النهارده كمان بيشاء القدر ان يتصادف مرور 3 سنين على اختفاء مصطفى النجار قسريا مع مرور 2 سنين بالتمام والكمال على اعتقال المحامي محمد الباقر. محمد الباقر واللي تم اعتقاله يوم 29 اغسطس سنة 2019 لما راح المحكمة كمحامي وكناشط حقوقي يدافع عن احد موكليه، يدافع عن احد المحكوم عليهم ظلما ايضا علاء عبد الفتاح، لكنه فوجئ انه موضوع في القضية مع علاء ومع اخرين 2 سنين النهاردة بيمروا بالتمام والكمال على فترة اعتقال الباقر وعبد الفتاح تحت ما يسمى الحبس الاحتياطي او السجن الاحتياطي. القانون والدستور بيقول ان مدة الحبس الاحتياطي لا تتجاوز 2 يوم. مفروض النهاردة لو احنا في دولة قانون ودولة دستور وننتظر ونأمل ان النهاردة الساعة 12 بالليل مع نهاية يوم 29 سبتمبر يتم الافراج عن الباقر وعن علاء عبد الفتاح وعن كل اللي معاهم في القضية مع مرور وانقضاء فترة الحبس الاحتياطي. نتمنى فعلا يحصل كده، ما نتمناش يحصل مع كتير من المعتقلين والمحبوسين في بلدنا واللي بيتم تدويرهم بمخالفة القانون والدستور والأعراف ومخالفة الإنسانية في قضايا وهمية، قضايا واهية مفتعلة الهدف منها تكدير والانتقام من النشطاء السياسيين.